الغنوة الجميلة المفعمة بالحساسية والرومانسية والمعاني الجميلة دي بيغنيها مطرب رائع اسمه علي الألفي. منور يا علي. مساء الفل. ازي حضرتك؟ مساء الفل يا حبيبي. غنوة جميلة جدا، وطبعا يعني سعدت بيك قدر سعادتي بانك رجعت حنان ماضي. الحمد لله رب العالمين. يعني قول لي بقى اقنعتها ازاي؟ حنان مختفيه بقى لها كتير وبقينا بنقعد ندور عليها مش عارفين نجيبها، فقول لي رجعتها ازاي؟ والله هي مدام حنان، يعني عشان برضو الفضل ما ينسب، يعني هي رجعت قبل ما نعمل الاغنيه. تمام. عرفت ان مدام حنان هتعمل غنوه حفله في شهر 5 اللي فات، وانا كنتش هقدر احضر الحفله. عرفت هي بتعمل بروفا في اني استوديو، رحت استاذنت اصحابي الموسيقيين قلت لهم انا عايز بس اسلم عليها. رحت اسلم عليها، قعدت على ركبي كده قلت لها والله انا واحد من الناس اللي بتموت فيكي اصلا، ومن الناس اللي متربيين على اغانيكي وكده. هي كانت بتدمع اصلا وانا بقول لك الكلام ده. هي اصلها كتله من الطيبه الغير طبيعيه يعني. بعد كده بعدها قلت لها انا مطرب اللي عامل تتر مسلسل ادم وجميله. هو انت ده، انا بنتي بتموت في صوتك ده، انا ما اعرفش ايه. وفضل بينا التواصل. يعني بنعيد على بعض، بنسال على بعض. البنت اللي سهرانه الغنوه اختارتنا، مش احنا اللي اخترناها. تمام. الشاعر عمرو حسن والملحن مصطفى العسال بيعملوا تجربه كده في مجموعه من الاغاني اللي بتتكلم في مواضيع انسانيه اكتر. يا سلام يا اخي. يا سلام يا اخي. انا بح صوتي عشان اقول يا جماعه والنبي اكتبوا وغنوا حاجه غير حبيتك وهجرتني وهجرتني وحبيتك. فانت انا سمعت الغنوه طبعا كان مقدمها الاستاذ ابراهيم عيسى برنامج على الراديو وعجبتني جدا. فيعني احكي لنا التجربه دي تجربه جديره بان احنا نسمعها. فهم اللي اختاروني، هم اللي قالوا لي احنا عاملين لك غنوه. يعني القصيده اصلا مشهوره جدا، وعمرو حسن ما شاء الله شاعر مكسر الفيسبوك والسوشيال ميديا، ومصطفى العسال من اكتر الناس اللي عندهم جمل شرقي حلوه. فالغنوه كمان الفاظها جريئه جدا، لان الكوبليه بيقول مساء الخير على عيونك وطز في حد بيخونك عشان شافك يا دوب شهوه. يا خايفه من جميع الناس وثقتك بس في القهوه. انا كنت خايف من الكلام ده اصلا. الله. وانا كنت اتعرفت على مدام حنان، واللحن بيحمل ان هو في جمل عاليه وجمل واطيه. بس انت عارف اقول للناس يا قيمه الجمله يا جماعه، ان احنا دائما ننظر الى المراه كانها اقل، وننظر للمرأة مش احنا يعني عموم المجتمع لانها وعاء، دي بتخلف وخلاص وتقعد في البيت بعد كده. ثم تثبت الظروف والاحداث التي مرت بالوطن ان المرأة هي اهم من صنع ثورة يناير، واهم من صنع ثورة 30، وجميع الاستحقاقات اللي كانت الناس محتاجة في الشعب. اول واحدة كانت بتنزل وما تخافش هي المرأة المصرية. فهذه الاغنية بتتكلم تحية الى المرأة المصرية. انا بس حبيت اوضح لهم المعنى عايز يقول ايه. اتفضل يا استاذ. لقيت الست حنان، انا قلت لها في غنوة حلوة قوي وانا بحضر لألبومي اصلا. وتوزيع الموزع محمد عشي اللي هو شايل الجزء الاكبر من ألبومي يعني. تمام. فقلت لها في غنوة حلوة وتحتمل ان احنا نغنيها مع بعض. قالت لي بعتها لي على الواتساب. عملت كده. لقيت ست هي اللي اتعلقت بالغنوه وقولي طب هننفذ امتى. انا مبسوطه بالاغنيه. وصدقني يعني على قد طيبتها وعلى قد سهولتها وسلاسه التعامل معاها، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى كان ممشيها معانا في الاغنيه. طبعا اكيد. وقرفه الغنوه كانت حلوه وبتمشي بمنتهى السلاسه ومنتهى الجمال. يعني زي ما احنا امبارح كنا بنكرم في بورسعيد انا ومدام حنان على الاغنيه دي. ويهمني جدا ان جزء كبير من التكريم ده لصناع الاغنيه عمرو حسن ومصطفى العسال ومحمد عشري. اكيد. ان عملوا هم اركان مهمه جدا في الغنوه. طب انا عايزك تسمعنا بقى عشان الناس ما تقعدش تقول انت جايب مطرب وهتقعد تتكلم على كتير. سمعنا كده اللي انت نفسك تغنيه. تيجي نغني للست ورده. يا سلام. سلطنه بقى. يا سلام. البدايه. وامي بتحب ورده قوي. ربنا يخليها لك ويخليك ليها طبعا. تترى اشتروني واشتروا خاطر عيوني، ريحوني ياللي غاويين تتعبوني، ريحوني صدقوني النهارده انا بين ايديكوا، صدقوني صدقوني النهارده انا بين ايديكوا، صدقوني بس بكره هتدوروا مش هتلاقوني، صدقوني بكره
هتدوروا مش هتلاقوني، اشتروني واعرفوا قيمة غلاوتي، واسمعوني يلي مش عارفين حكايتي، اشتروني واعرفوا قيمة غلاوتي، واسمعوني يلي مش عارفين حكايتي. بالكلام الحلو ترجع لي ابتسامتي، ده الزمان والحب يا ما توهوني، صدقوني النهاردة انا بين ايديكوا، صدقوني بس بكرة هتدوروا مش هتلاقوني، صدقوني بكرة هتدوروا مش هتلاقوني. الله 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 الله. البرنامج اسمه انت حر، عشان كده انت تملك كل الحرية، انت والمبدعين اللي عملتوا الغنوة ان انتوا تقولوا اللي انتوا عايزينه، تقول طزوا فيكي طزوا فيك وطزوا، يعني طالما ان انت بتعبر عن المعنى بشكل وصل لقلب الناس فانت تملك حرية المبدع انك تقول اللي انت عايزه، وده سبب نجاح الاغنية على فكرة. الناس عندها ميزان حساس جدا، الكلمة اللي بتتقال للاستهلاك وانك تعمل شو، والكلمة اللي محطوطة في سياقها السليم علشان كده الناس تحبها وما تتضايقش منها. الحمد لله. واكتشفت ان يعني شيء ممتع جدا انك تصحى من النوم تفتح الفيسبوك تلاقي ناس كاتبه كوبليه من اغنيتك ستاتس على الفيسبوك، وبتردده وحاسه بيه قوي، لانه كمان في جمله كمان تانية انا برضو كنت بخاف منها قوي. اتفضل. اللي هي تاتارا انا حبيت اقول لك بس بإن المجتمع لو حس هيضرب نفسه 100 مرة عشان بيبص من بره، أنا حبيت أقولك بس بإن المجتمع لو حس هيضرب نفسه 100 مرة عشان بيبص من بره إلى البنت اللي لو تحكي بتحكي هموم بشر تانين، إلى البنت اللي في عيونها دموع شايلة وجع وحنين، إلى الصحية على سريرها تعاتب أهلها النايمين. الله 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 الله. ده عندك فضيلة الاعتذار؟ يعني لما تعمل حاجة غلط طبعا تعتذر؟ طبعا. مش عنيد يعني؟ لا لا يعني مش انت جيلك بحس ان الجيل ما يعني لا، في ناس بتاخذها كده العزه بالاثم يعني. مش كده؟ بتتكلم. ما ليه غنيت انا مش اسف؟ عشان احنا في وقت كان لازم نقول فيه كلام صادم وقوي وصارخ قوي قوي، وده رايي ما كانش لازم نعتذر عنه. ايوه. واعتقد ان ده كان تهور مني انا وعمرو قطمش، لان كان ممكن نتاذي قوي وقتها يعني. انا بحب عمرو قطمش جدا على فكره. وزي ما تقول كده الغنوه فشت غل الناس، يعني الناس حست ان احنا بنقول قوي اللي عايزينه قوي في وقت كنا حاسين فيه ان الدنيا في ضلمه ورايح على ضلمه اكتر. طب غني لنا بقى انا مش اسف. وبعض الاحيان عدم الاعتذار في حد ذاته تبقى فضيله مش نقيصه يعني. اتفضل. تاتا خلاص آمنت بالوحلة، وبكرة الجاي مش أحلى، وكل تويتة في تويتر عن الثورة كانت سحلة، ولما نمنا في الشارع صحينا وكنا محلمناش، وراح الحلم مش راجع، ومن مات اتقتل ببلاش، ده كبر ضدي على موتي وحلل دمي في الشارع، وكان سامع اكيد صوتي
بصلي جنبه في الجامع بنشكي لك ونشكيكي وندعي ربك الغافر فقام فجأة ولا عنديكي عشان حبي طلع كافر علي وعلي وعلي الصوت ودي لخوفك بشلوت علشانك واقفين لقدرنا هتعيشي لما احنا نموت. الله 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 الله. هتعيش وانتوا تعيشوا ان شاء الله. لا لا هتعيش وانتوا تعيشوا. اوعى يعني الغنوة زي ما انت بتقول يعني في لحظة من لحظات الاحساس بالاحباط واحساس ان جدا. صور ما عملش اللي الشباب نزل عشان كلنا نزلنا عشانه, لكن ان شاء الله كله هيتحقق وكله هيبقى جميل. فايه يعني نفسي المرة الجاية لما استضيفك تبقى عامل غنوة فيها كده تفاؤل وفيها بشر وفيها ده يعني ان شاء الله باذن الله. حاسس ان في ان الوضع اختلف. هو الوضع اختلف بس لسه يعني نحن لا نزال بالقدر الذي كنا متوقعينه في المده الزمنيه دي. وخصوصا ان احنا بنصاب يوميا باخبار يعني ما افزعها يعني ربنا يا رب ما يطولش علينا. زي حادثه النهارده وزي حادثه رفح وزي حادثه اتوبيس الطالبات. يا رب ينجينا اكتر من اللي احنا فيه ده, ويا رب كل من اهمل وكل من قصر ما يبقاش في مكانه, لان احنا نستاهل بجد ان الدنيا يعني ان الدنيا تدار بمنتهى الحزم وبمنتهى القوه وبمنتهى الجوده, الاحساس بالمسؤوليه بالظبط كده. انت شايف ان لسه مش كل واحد محطوط في مكانه الصحيح. ده قطعا ده حقيقي. يعني لسه 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 في كتير جدا في اعاده هيكله منظومه منظومة بايظة بقالها 30 سنة. ده اللي انا كنت عايز اقولك. هل ده مبرر في ظل وجود انهيار كامل كان للدولة المصرية؟ ما هو فالطبيعي ان يحصل وقت شوية على ما ده يرجع ولا اكيد. بس نشوف الخطوات الحقيقية دلوقتي. احنا لسه مش شايفين الخطوات القطعية يعني ما هو بعد الشر يعني لو حد عنده عضو فيه مشكلة يبتر. تمام, بتبقى عملية مؤلمة بس بعد كده بيبقى بعدها شفاء. فاحنا لو حصلت قرارات قطعيه وكل واحد اتحط في مكانه وكل مقصر وكل مخطئ وكل حد قال تصريح زي التصريحات الهزليه اللي احنا بنقراها ديت عوقب وتقالوا ايه الهرتله اللي انت بتقولها دي. زي ايه كده؟ ايه التصريحات الهزليه اللي انت شايفها؟ والله حضرتك احنا لو سفلتنا الطرق ومهدناها وعدل الحوادث هيزيد. في منطق بيقول كده. هو مين اللي قال لو سفلتنا الطرق ليه يزيد ليه يعني؟ والله قال لك عشان الناس هتبقى بتمشي بسرعه زياده. لا والله هم قاصدين يعملوا. انا قاري العنوان ده قبل يعني على اليوم السابع كده. يعني هم بيخدمونا بالمطبات يعني والحفظ على المدقات وكده يعني. ان هي كده خدمه للحفاظ على حياه المواطنين. فما فيش اي منطق في حضرتك اسمها اعمل شوارع وطرق ادميه واعمل نظام صارم ومراقبه للسائقين واعمل تحاليل دوريه واعمل يعني. انا النهارده قريت حد صديقي مهندس, ما انا خريج هندسه بيضا. والله انا بشتغل مهندس كهرباء حتى الان لغايه دلوقتي في شغل مهندس كهرباء. طب ويا اخي الكهرباء انت بتقطع لنا الكهرباء وتقول لنا مهندس كهرباء؟ ده انا همسكك انت بقى انسى الغنى دلوقتي. يعني في حلول وفي ناس عندها القدره على ايجاد الحلول دي. بس الناس دي مش واخده فرصتها انها تحل, لان في ناس تانية مترستقه قوي في اماكنها. نفس المشكله اللي كنا بنتكلم فيها مع علي انديل. انا واحد من الناس المتضامنه بشده مع علي انديل الحقيقه يعني. وعايز اقول لك ان انا اعتقد انا الضيف الوحيد اللي عند حضرتك اللي ظهر في حلقتين ورا بعض. انا امبارح ظهر في تقرير الليله الكبيره. انا عضو في فابريكا اللي كانوا ضيوف حضرتك امبارح. ان انا كنت في الليله الكبيره. فابريكا دي تستاهل مسرح كبير تقدم عليه عروضها. انا قلت الكلام ده امبارح لو كنت اتفرجت على الحلقه. تقول مش معقول الناس بتعمل ليله كبيره عندهم كل هذه الامكانيات وعملها يعني ليله واحده مع عظيم احترام سيد الصاوي يعني مسرح هياخد 12 13 يعني بالظبط. يعني دي حاجه انه وعملنا ليميزي رابل ومحتاجين نعمل البؤساء لدكتور هوجو بالظبط كده. جون فالجان زي ما كاتبت نبيل على بطوله. انا عامل دلوقتي مسيو تينار دي الرجل الحقير في في المسرحيه يعني في البرودكشن الجديد. تستاهل مسرح كبير يعني فابريكا ان هي تبقى فرقه ليها مسرحها اللي تغني فيه على طول وتقدم فيه عروضها. لانه يعني الناس كانت واقفه في مسرح سيد صاوي عشان هي ليله عرض واحده طبعا. انما لو انت بتقدم عرض تعمل كل هذا المجهود الرهيب عشان تعرض ليله
يعني شيء محبط جدا للناس، عملت بروفات وناس غنت وناس ركبت ترجمت وناس كتبت، يعني عشان تعمل ليلة في الاخر. ما هذا الاحباط الذي يعني حاجة شيء محبط جدا. انا لو بعمل كل ده عشان اعرض ليلة مش هعملها تاني. والحفلات الغنائية حفلات يعني انا نفسي احضر حفلة الانغام بقى يعني. وحشتني انغام على المسرح مثلا. انا لسه حاضر يعني. احنا بنستنى من السنة للسنة شهر 11 عشان مهرجان الموسيقى العربية نشوف الفنانين اللي وحشنا يعني. بس هل ده سبب ان مفيش مسارح؟ في مسارح، في مسارح ومقفوله. فالمسرح الوحيد اللي متاح مسرح الكبير في دار الاوبرا. وده يعني رغم استيعابه بصراحه ورغم ان المجهود يحصل دكتور ايناس عبد الدايم استيعابه الفنانين كتار، لكن ليه قوانين وليه اصول اللي ممكن ما تسمحش بكل انواع الفن انها تقدم عليه. موافقك تماما. فمحتاجين مسارح اكبر تستوعب اشكال اكتر. طب دلوقتي في خناقه عندي على الايربيس، تحبوا تسمعوا ايه؟ الناس المخرج عايز حبيتك نسيت لا انه فيروز، ومهندس الصوت طبعا ده جب كل شيء لانه بتاع صوت عايز يا غريب الدار بتاعته عقد عبد المجيد. تمام نقول الاثنين. ايه نقول الاثنين خلاص. يبقى انا هحييه الاول واشكره واسيبه هيقول الاثنين ورا بعض عشان بعد كده نلتقي بالشاعر طيب. الكبير والصديق ايمن باجت قمر في الفقره اللي بعد طيب. كده يهمني بس قبل ما اغني اتفضل. انا عندي حفله حفلتي انا شخصيا في ساقيه الصاوي برضو ان شاء الله يوم 21 اللي جاي دوت يعني الجمعه اللي بعد الجايه. فحضرتك ونبي انا بدبسك على الهواء يعني. لا. انا هستناك تنورني ان شاء الله. مش 3-4 هيبقى جمعه هبقى موجود ان شاء الله باذن الله. حضرتك تشرفني وريت كل الناس. لو انتوا فعلا بتحبوا يعني او نفسكم تسمعوا وبتشتكوا ان انتوا ما تسمعوش غنى حلو، لو انا عجبتكم شايفيني غنى حلو انا في انتظاركم يوم ان شاء الله. هيتملي بس المسرح صغير ما تقلقش الناس هتقعد بره. يا رب. اتفضل يا علي. ترى حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني، حابسني برات النوم وتاركني سهراني. انا حبيتك حبيتك انا حبيتك حبيتك، بشتالك لا بقدر اشوفك ولا بقدر احكيك، بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك، بجرب اني انسى تسرق النسيان، بفتكر لقيتك ورجع للي كان، بجرب اني انسى تسرق النسيان، بفتكر لقيتك رجع للي كان، وتضيع مني كلمة لقيتك حبيتك حبيتك انا حبيتك حبيتك. الله الله الله. خش بقى على فؤاد عبد المجيد. يا غريبة الداري بأفكاري كم تخطر ليلا ونهار، أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاق الأقمار، يا غريبة الداري بأفكاري كم تخطر ليلا ونهار، أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاق الأقمار، يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا.